أنا بعتقد من هلأ لسنة الجاي لبنان لن يبقى كما نعرفه. ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء العام 2021 الذي أغرق لبنان في ظلام دامس بعد أن بدأ يحتضر قبل سنتين نتيجة تخبطه بأزمات متتالية في كافة المجالات، من انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وصولا إلى تراجع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والأدوية. وقد صنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية والمالية من بين أشد عشرات أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر. إذا بدك إطار طائفي مذهبي رح يكون حاضر أكثر. رأى مرجع اقتصادي وبحسب موقع النشرة أن العام الجديد سيكون أفضل من الحالي، ليس لأن تغييرا جذريا سيحصل، بل لأنه لم يسبق للبنان أن بلغ هذا الدرك على كل المستويات وفي كل القطاعات، لا سيما على الصعيدين المالي والنقدي. رح يكون لبنان له إطار أقلي. وفي قراءة نقدية للعام 2021 لفت المرجع الاقتصادي إلى أن لبنان يشهد خلاله تداعيات العام 2020، حيث أعلن لبنان عن تأجيل سداد ديونه، والانعكاسات الكارثية لهذا القرار ظهرت بشكل واسع خلال العام الجاري. أما سنة 2022 فستكون أفضل برأيه، لأننا سنشهد خلالها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن ليس مع هذه الحكومة التي تحضر للانتخابات، بل مع الحكومة المقبلة. نحكي فلك، فترة الانتخابات رح تكون فترة متفجرة. وشرح المرجع الاقتصادي لموقع النشرة أن الكل بات يعلم أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن لبنان من الحصول على 4 مليارات دولار مقسطة مرحليا بعد إحراز تقدم في الخطوات معينة على الصعيد الإصلاحات المطلوبة، والاتفاق مع صندوق النقد مهم جدا. وأشار المرجع الاقتصادي إلى أن هناك مبادئ لتوزيع الخسائر بالإنصاف والعدالة، وهذا يعني أن الأشخاص أو الجهات التي استفادت كثيرا من الفوائد المرتفعة أو العمليات المصرفية التي جرت يجب عليها أن تتحمل قدرا من الخسائر.